هل يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر؟ وهل حديث معاذ مانعا لذلك عند عدم وجود؟ نقل الزكاة مصلحة شرعية لا بأس بها على الصحيح، ولا تحدث ما جاء معاذ مانعا من ذلك، لأنه قال في تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يشمل هذا جميع المسلمين ما يخص اليمن، تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وترد في فقرائهم، هذا المقصود، وليس المقصود خاصا من فقراء اليمن، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا بيان الحكمة، وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في فقراء، لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور، فإذا ترجح البعيد أرادة أو طلب علم أو جهاد أو شدة الفقر فالأولى نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النفع العام، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذا.